رقم 11 كما عدلتها اللجنة في تقرير. المصوتون بلا. المصوتون بنعم. المصوتون بلا. كتب واحد المقترح نتاع بالنسبه لتاسيس الرهن القانوني، هذه الماده جماعه، هذه ماده اخطر ماده في القانون تاع منح العقل الاقتصادي، لماذا؟ هو بمفهوم تعديله هو انه حق الامتياز هذا احنا فرق ما بين اننا حابين نديروا عمليه استثماريه عندها مثمره. لا سي ربحي سي ربحي سي ربحي سي ربحي يا سي ربحي اسمح لي اسمح لي لا لا اسمح لي الرئيس. انت تكلمت على رهن على العقار على الارض وحنا هذا الرهن يخص الا الحق العيني والشيء المقصود من وراء هذه الماده هو ان لا يكون الاستثمار في احتكار موضوع احتكار اصحاب رؤوس الاموال فقط والحاملين الافكار اللي مثلا اللي عندهم ستارت اب المؤسسات الصغيره اللي ما عندوش اموال ولكن عندهم افكار عندهم مشاريع هل ترى ما عندوش الحق باش يستثمروا هذا هو المغزى العميق لهذه الماده ثانيا يبقى الحق التقديري السلطه التقديريه للبنك البنك هي اللي تعرف اللي تمول ولا ما تمولش تقبل هذا ما يسمى الهيبوتيك ولا لا دونك هذا هو الهدف هو تشجيع الحاملين المشاريع والافكار ولا يبقى الاستثمار في احتكار اصحاب الاموال اؤكد على عدم وجود اي سند قانوني يحدد طبيعة القانونية لأراضي العرش لذلك يقترح استبعادها كما تم إثارة نفس التحفظ من طرف أعضاء المجلس الأمة حول الموضوع في مشروع النص المتعلق بالغابات وبالنسبة للأراضي الغابية والسهبية الموجهة للرعي فهي خاضعة لأملاك العمومية للدولة